والآن إلى جولة حول العالم، والبداية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث برزت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بولوسي مؤخرا باعتبارها واحدة من ألد أعداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وممثلة المعارضة للرئيس. ومع دخول الإغلاق الحكومي الجزئي أسبوعه الخامس، تفوقت نانسي على ترامب هذا الأسبوع بإلغائها دعوة لإلقاء خطاب حالة الاتحاد، وبعد ذلك أصدرت بيانا شديد اللهجة يرفض صفقة ترامب المقترحة لإنهاء الإغلاق. وقال مايكل كورنفيلد الأستاذ المساعد في الإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن، قال إنها لا تتفوق عليه في المناورة وحسب، بل وتثير غضبه، إنها تسخر منه، فهي تؤدي دور مصارع الثيران وهو الثور، وليست لديه أدنى فكرة عما يفعله. إنه عبقري في فنون الدعاية ولكنه ليس في فنون السياسة، فهو مبتدئ بالكامل في هذا المضمار. بوليس المحنكة. أثار فيديو لطفلة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تسير باتجاه شرطي مرفوعة اليدين أثار الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن شرطة فلوريدا تقول إن الفيديو المصور من كاميرا بزت الشرطي يحكي قصة مختلفة، ولكن القصة يبدو أنها لم تحكى بعد، والغضب بقي يتزايد لدى الرأي العام. نتابع الحكاية كاملة من الكاميرا التي صورت الحادثة وأيضا من كاميرا بزة الشرطي. أقيم في جنوب بيروت حفل زفاف جماعي للاجئين الفلسطينيين في حدث وصفه منظموه بأنه الأكبر من نوعه في هذا البلد الذي يعيش فيه آلاف الفلسطينيين في ظروف صعبة. وقد جمع العرس الوطني الجماعي وفق تسمية المشرفين عليه 150 ثنائيا فلسطينيا إضافة إلى 50 ثنائيا لبنانيا من الطبقة الفقيرة. هذا الحدث هو ضمن أربع حفلات زفاف جماعية فلسطينية، اثنان منها أقيما في وقت سابق في الضفة الغربية المحتلة وغزة، في حين يجري الإعداد للزفاف الجماعي الرابع في سوريا. تقود إنجي خليل دراجتها النارية وسط السيارات في القاهرة، ولا يعد شكلها هذا مألوفا أو مقبولا اجتماعيا لغالبية المصريين، لكنها تصر على تحديهم ومواجهة مشكلات التحرش والزحام يوميا فوق دراجتها. وبدأت إنجي استخدام دراجتها قبل 3 سنوات بتشجيع من أسرتها على غير المعتاد اجتماعيا في مصر. مرر البابا فرانسيس إصبعه على جهاز اللوحي خلال عظته الأسبوعية يوم الأحد، معلنا إطلاق تطبيق جديد يتيح لمستخدميه الصلاة مع البابا. وأمام عشرات الآلاف من الناس الذين احتشدوا في ساحة القديس بطرس، كشف البابا النقاب عن أحدث منصة رقمية للفاتيكان، والتي أطلق عليها الشبكة العالمية للصلاة مع البابا. وسبق للبابا أن قال إنه لا يفقه شيئا في التكنولوجيا، وإنه لا يعرف كيف يستخدم جهاز الكمبيوتر، لكنه قال أيضا إن الإنترنت هدية من الرب. أدار هواة متابعة حركة النجوم والأفلاك وجوههم إلى السماء لمشاهدة الخسوف الذي يعرف باسم قمر الذئب الدموي العملاق. وساعد صفاء السماء في العديد من المناطق ليلة الأحد الفائت، ساعد في رؤيته بالعين المجردة، وعلى الرغم من أنه كسوف كلي فإن القمر لم يعتم تماما بل توهج بلون أحمر نحاسي، أكسبه اسم القمر الدموي، ويطلق عليه أيضا قمر عملاق لأنه قمر كامل وشديد القرب من الأرض.